نختار هو مفيش صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. أنا هبدأ المحاضرة إن شاء الله كمان 3 دقايق بالظبط عشان ندي فرصة لزمايلكم يكونوا دخلوا على المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين صوتي كده يا جماعة كويس؟ تمام يا دكتور. تمام. لو تفتكروا المرة اللي فاتت احنا كنا بدأنا نشتغل في أول درس موجود عندنا في الترم ده اللي هو الدبل انتجريشن، واتفقنا بإذن الله إن احنا النهاردة هنخلص الموضوع بتاع الدبل انتجريشن. مفيش أي حاجة جديدة هنعملها النهاردة أزيد من إن احنا هنشوف حاجات أكثر صعوبة من المسائل اللي احنا تعاملنا معاها المرة اللي فاتت. يعني لو تفتكروا المرة اللي فاتت احنا في الدبل انتجريشن عملنا ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي نحل بنستخدم equation، والequation دي عبارة عن ان احنا بنكتب المومنت وبعد كده بندخل في equation بنقول والله التفاضل التاني بتاع الواي اللي هو واي دبل داش بتساوي ماينس الام على اي اي، وبنعمل تكامل مرتين اللي هو الدبل انتجريشن زي ما اتفقنا كويس، وبنجيب الثوابت. وكانت المشكله لو تفتكروا المره اللي فاتت ان احنا ازاي نكتب معادله المومنت، وهي دي برضو المشكله النهارده، اللي هي مش مشكله باذن الله، احنا عندنا بعض القواعد بنمشي بيها وهي دي طريقه الحل اللي احنا بنستخدمها. كان في جزء انا قلت لكم المره اللي فاتت ان انا مش هشرحه اللي هو هبدا بيه المحاضره دي، اللي هو اصلا الايكويشن بتاعتنا دي جت منين. سواء انت عارف الايكويشن دي جت منين او ما جاتش منين انت هتعرف تحل، بس يا ريت تبقى فاهم اكتر
الحكايه دي جت منين، اللي هو موضوع الدبل انتجريشن، يعني الراجل اللي اخترع الدبل انتجريشن ده كويس جابها بمزاجه كده، هو اكيد توصل اليها باستنتاج معين، الطريقه في حد ذاتها. فعلشان نفهم الحكايه دي ركزوا معايا كده في الكلام اللي مكتوب، بنقول ايه؟ بنقول ان احنا الايكويشن اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي عباره عن ايه بقى؟ الاي اللي هي المودلز اوف الاستيستي اللي هو اليانجست مودلز، الام اللي هو معادله المومنت اللي موجوده عند اي سيكشن زي اللي احنا كنا بنكتبها المره اللي فاتت، الاف ده النورمال ستريس اللي انتوا درستوه قبل كده كويس، النورمال ستريس اللي هو اجهاد الضغط او الشد عند النقطه اللي انت عايز تحسب عندها، الام الواي دي عباره عن البعد بتاع النقطه ده عن النيوترال اكس. عشان افكركم انا هشخبط حاجه هنا كده علشان افكركم بيها، كان بيبقى عندك سيكشن بالشكل ده كده، وبعد كده كان بيبقى في عندك مومنت، وبعدين كنت انت بتيجي هنا كده تجيب النيوترال اكسس اللي هو عند السي جي بتاع السيكشن، وبعد كده والله لو عايز تحسب الاستريس عند نقطه زي دي، البعد من هنا لهنا ده اللي احنا كنا بنسميه واي، البعد من هنا لهنا ده اللي احنا كنا بنسميه واي، اللي هو ده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. تمام؟ اوكي. طيب نرجع بقى تاني للموضوع بتاعنا. قلنا الاي هي المودلس الاستيستي، الام هي معادله المومنت اللي موجوده عند السكشن اللي انا عايز احسب عنده، اف ده نورمال ستريس، واي دي النقطه اللي انت عايز تحسب عندها النورمال ستريس، الاي المومنت اوف انيرشيا، وانت عرفت قبل كده ازاي تحسب المومنت اوف انيرشيا، الار دي بقى الجديده اللي موجوده عندنا. ايه الار دي بقى؟ الار دي احنا بنسميها الراديوس اوف كيرفيتشر، الار دي بنسميها الراديوس اوف كيرفيتشر. اوكي، دي اللي بنسميها الراديوس اوف كيرفيتشر. طيب الراجل اللي اخترع الدبل انتجريشن عمل ايه؟ مسك الايكويشن دي، يعني مسك الايكويشن بقى اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه دي، وقال والله الاي على الار من الكلام اللي فوق اللي احنا كنا كاتبينه بتساوي الام على الاي، جبنا الام دي في ناحيه، جبنا الام دي في ناحيه زي ما انت شايف كده، واي اي على ار دي الناحيه الثانيه، الار دي اللي هي الكيرفيتشر زي ما انتوا خدتوا في الرياضه بقى في اعدادي لو تفتكروا كويس، كانت الكيرفيتشر ده بيساوي واي دبل داش، الكيرفيتشر نفسه بيساوي واي دبل داش. اوكي، اللي هو التفاضل الثاني بتاع الواي بالنسبه للاكس. اوكي، يعني واحد على ار ده الكيرفيتشر، ار ده كانه الراديوس بتاع الدوران للشكل اللي موجود عندك لما يحصل له ديفليكشن. اوكي، لما مسكنا بقى الايكويشن دي، لما مسكنا الايكويشن اللي انا بشاور عليها دي كويس، وشلنا الار وقلنا والله ام بتساوي اي اي كويس، بدل الار دي ما شلناها وحطينا بدلها واي دبل داش، طلعت بالشكل ده الايكويشن اللي هي واي دبل داش ايكوال ام على اي اي، واتفقنا المره اللي فاتت ان الاشاره الماينس دي عشان لو تفتكروا قلنا ان معظم الديفليكشن اللي موجود عندنا في الكاميرات هيبقى لتحت، او انت متوقع عشان اللودز اللي موجوده عندك فيرتيكال، اللودز اللي موجوده عندك الاحمال اللي عندك بصفه رئيسيه احمال راسيه، احمال فيرتيكال نازله لتحت، الاحمال بتاعت مثلا الحوائط اللي عندنا، الاحمال بتاعت الاسقف، الاحمال بتاعت الناس، كل الاحمال اللي انت بتدرسها احمال نازله لتحت، وبالتالي متوقع ان الديفليكشن اللي موجود عندك، بس ده مش قانون، يعني احنا ممكن نبص نلاقي ديفليكشن في الكاميرات لفوق مش لتحت، مش لازم، بس بقول لك في معظم الاحوال كويس هتلاقي الديفليكشن لتحت، وبالتالي حطينا احنا هنا الاشاره الماينس دي كويس، انما انت مش عاجبك الكلام ده ممكن تهمل هذه الاشاره بس تظبط انت بقى المعادلات بتاعتك ماليش دعوه بيك. يبقى احنا عندنا هنا الايكويشن اللي احنا هنشتغل بيها اللي هي واي دبل داش كويس بتساوي في الاخر ماينس ام على اي اي، انا عايز اوصل من واي دبل داش دي لغايه واي، ايه واي دبل داش؟ ده التفاضل التاني بتاع الواي، ايه واي؟ ده الديفليكشن، ده اللي احنا عايزين نجيبه. كل الكلام اللي انا قلته ده علشان اوري لك الايكويشن اللي احنا بنشتغل بيها جبناها منين، بس ما كناش عايزين نضيع وقت المره اللي فاتت في الموضوع ده، وكنا عايزين ندخل في الموضوع نفسه على طول. هفكرك بحاجه صغيره
ونبدأ بعد كده في المسائل بتاعتنا اللي هفكرك بيه. ان لو تفتكر المرة اللي فاتت انا قلت لك احنا عندنا 3 انواع من السبورتس اللي انت اوريدي خدتهم قبل كده، درستهم قبل كده، اللي هو كان رولر سبورت وهينج سبورت والفيكس سبورت. الرولر سبورت والهينج سبورت مش هيفرقوا معاك هنا في الشغل بتاع الدبل انتجريشن، مفيش فرق بينهم. يعني الرولر سبورت هو عمل نفس معاملة الهينج سبورت. انت بيهمك ايه؟ بيهمك انك انت تبقى عارف الهينج سبورت ده اللي انا برسمه دلوقتي ده، وده الفيكس سبورت اللي انا برسمه ده، شكل الديفليكشن هنا شكل الديفليكشن في الهينج سبورت كويس، الواي بزيرو يعني مفيش ديفليكشن عند النقطة دي عند الهينج سبورت، انما الواي داش دي فاليو كويس. الواي داش ده بلاش دي عشان تتلخبطوا، اهو الواي بزيرو والواي داش ده ليه فاليو. ايه الواي داش ده؟ لو جيت خدت تانجنت هنا الزاوية دي ليها فاليو، هنا الواي ده بزيرو والواي داش برضو بزيرو. ايه الواي الديفليكشن اللي عند النقطة دي؟ ايه الواي داش ميل التانجنت اللي عند النقطة دي؟ الاتنين دول بزيرو. هي دي كل المعلومات اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، وهي دي اللي احنا بنستخدمها في الدبل انتجريشن، مفيش ازيد من كده. الفكرة بس المرة اللي فاتت ان احنا كنا مسكنا البيمز اللي موجودة عندنا وحطينا عليها احمال مبسطة. النهاردة اللي هيحصل انك انت هنبدأ بقى نشوف درجات صعوبة اكتر. يعني مثلا ما تعاملناش احنا المرة اللي فاتت لو عندنا distributed load هنشوف هنتصرف فيه ازاي، لو عندنا concentrated moment، لو عندنا intermediate hinge وهكذا، لو عندنا variable inertia يعني جزء من الكاميرا ليها inertia وجزء تاني السكشن متغير، وبالتالي الانيرشيا بتاعت الكاميرا دي هتبقى متغيرة. فاحنا هنبدأ دلوقتي نشوف اول حاجة فيهم اللي هو والله لو احنا عندنا distributed load. وعشان ما لخبطكش في الديستريبيوتد لود، الديستريبيوتد لود اللي موجود عندك ده ممكن يبقى حاله من 3. ايه ال3 حالات دول؟ ركز معايا بقى كده عشان نفهم احنا هنعمل ايه. والله اول حاله ممكن يبقى الديستريبيوتد لود اللي موجود عندك ده على البيم كله. ممكن يبقى الديستريبيوتد لود زي ما اتفقنا موجود على طول البيم. او موجود على جزء كده بس من البيم. او موجود على جزء تاني وليكن كده بس من البيم. عايزين بقى نشوف في ال3 كيسز دول ازاي بنتعامل مع الديستريبيوتد لود. وليكن اول جزء، اول حالة اسف، اللي هي مثلا حالة ايه دي، عايز اشوف ازاي بتعامل مع الديستريبيوتد لود. طيب احنا عندنا بيم، البيم ده شكله عامل كده، البيم ده عليه ديستريبيوتد لود والديستريبيوتد لود ده ولتكن قيمته مثلا 5 طن بير متر ران، ودي المسافات اللي موجودة عندك. أول حاجة أنت بتيجي تعملها في الأول خالص بتجيب الرياكشنز اللي هنا كويس، وليكن ده 8 متر مثلا، ده 2 متر، جبنا الرياكشنز دي خدنا المومنت هنا مثلا في الأول ولا حاجة، فقلنا ده 5 × 10 50 × 5 250، 250 على 8 تطلع كام دي؟ استنى انا بحسبها، تطلع دي مثلا 31 وربع، طلع ده 18.75. صحصحوا بقى معايا. بصوا بقى انا هعمل نفس الشغل اللي انا كنت بعمله قبل كده الاسبوع اللي فات، بس ركزوا بقى معايا نشوف ايه الاختلاف في الديستريبيوتد لود. قلنا بنيجي نعمل ايه؟ قلنا بنيجي ناخد الاوريجن، اول نقطه اللي هي موجوده هنا دي، يعني انت ممكن تاخد الاوريجن اول نقطه على الشمال او اول نقطه على اليمين اللي يعجبك،
مفيش مشكلة، أهم حاجة إنك ترجع للإيكويشن الأولانية اللي إحنا كنا بنشتغل بيها، وتفهم الإيكويشن دي كويس وتتعامل منها على هذا الأساس. يعني أنا دلوقتي كنت كاتب ماينس إم على إي أي، أنت مش عاجبك الماينس زي ما قلت لك براحتك، بس ارجع بقى ألف أنت الإيكويشن بتاعتك. أوكي؟ تبقى فاهم أنت بتعمل إيه مش أكتر. فأنا دلوقتي خدت الأوريجين ده هنا، وبالتالي ده محور إكس اللي إحنا اتفقنا عليه، وده محور واي، وعملنا محور واي نازل لتحت. وكنا اتفقنا المرة اللي فاتت برضو ان احنا لما بنيجي ناخد سيكشن بناخد سيكشن قبل اخر البيم على طول، عشان يبقى السيكشن اللي موجود عندك ده داخل معاك فيه كل اللودز. يعني انا هاجي اخد سيكشن هنا كده كويس، وهقول والله السيكشن ده بعده من الاول هنا، اللي هو اوعى حد بقى يجي يقول لي البعد بتاع السيكشن ده من الاول هنا 10 متر. مش احنا اتفقنا ان ده قبل الاخر بحاجة بسيطة؟ عايز اكتب بقى معادله جنرال للمومنت. عشان اكتب معادله جنرال للمومنت يعني هكتب معادله فانكشن في اكس، هكتب بقى المعادله دي فانكشن في اكس اللي هي الديستنس دي. يعني خد المومنت هنا عادي خالص زي ما كنت بتيجي تحسب المومنت قبل كده عند اي سيكشن كويس، ولما تيجي تحسب المومنت اكيد تحسب المومنت بص من الناحيه اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي، تحسب المومنت من الناحيه دي كويس. احنا دلوقتي مش برسم بيندنج مومنت دايجرام فتقول لي بحسب من اليمين او من الشمال، لا انا عايزك تحسب المومنت من الناحيه اللي فيها كل اللودز، عشان احنا بنكتب معادله جنرال للمومنت. لما اكتب احسب بقى المومنت من الناحيه دي هقول والله البيندنج مومنت دايجرام اللي هو المومنت ده عند السكشن اللي هنا اللي انا بحسب عنده ده كويس بيساوي ايه بقى؟ بيساوي اول حاجه 18.75 اللي انت كتبتها في اكس تمام، وبعدين زائد 31 وربع في المسافة دي، في المسافة دي ثانية واحدة اشاور لكم عليها المسافة دي. طب كام المسافة دي؟ ما هي المسافة دي عبارة عن اكس ناقص 8، مش المسافة الصغيرة دي عبارة عن اكس ناقص 8، اكس اللي هي المسافة دي كلها ناقص 8 متر اللي هي دي، يبقى ده كده في اكس ناقص 8. ركز بقى معايا في الجزء اللي جاي ده، بص بقى اللخبطه جايه اهي، هنلخبط مع بعض هنبوظ الدنيا. انا عايز احسب المومنت عند السكشن ده، عايز احسب المومنت عند السكشن ده. عشان احسب المومنت عند السكشن ده يعني عايز الجزء ده من الديستريبيوتد اللي انا بشخبط عليه دلوقتي ده، عايز الجزء ده من الديستريبيوتد كويس. صحصح معايا كده، بص صحصح معايا، هكبر دي كده شويه بس عشان نفهم اهو. انا عايز ايه؟ عايز الجزء اللي انا بشخبط عليه ده كده من الديستريبيوتد، الجزء ده مش عايز كل الديستريبيوتد. ما انت هتقول لي ما هو ده قد ده تقريبا، هقول لك لا، ما احنا في تاني احنا بناخد سيكشن جنرال، يعني الاكس اللي موجوده عندك دي اللي انا حطيتها دي كويس ممكن تبقى ب 2 متر، ممكن تبقى 3 متر، ممكن تبقى ب 10 متر، ممكن تبقى 8 متر، تبقى زي ما تكون، بس علشان نعرف نجمع كل اللودز بناخد السيكشن في الاخر. وبالتالي ما حدش يجي يقول لي يعني دي اول غلطه بقى بتيجي تحصل عندنا، دي اول غلطه بتيجي تحصل عندنا. صحصحوا معايا قوي، اول غلطه اللي هي ايه؟ ان انا جاي اقول والله الخمسة طن اللي هو اللود اللي موجود عندي اللي هو ده بيساوي 10 خمسة، اسف 5 في 10، يعني اخلي اللود ده كانه هنا كده لود كونسنتريت، واقول ده 5 في 10 كويس. افتكر بقى اللي انا عملته دلوقتي ده ده غلط خالص خالص خالص، اوعى حد يعمل كده، اوعى حد يعمل كده، اوعى حد يحول اللود اللي موجود عندك ده وانت بتشتغل في الايكويشن الكونسنتريتد لود. ليه تاني؟ ليه تاني؟ لان الاكس اللي موجوده عندك، بص اللي مش فاهم، لان الاكس اللي موجوده عندك ادي اللود، بص على سبيل المثال ادي كل شويه بتلخبطنا، على سبيل المثال افرض الاكس اللي موجوده عندك، مش انا بقول لك اكتب معادله جنرال للمومنت، افرض الاكس اللي موجوده عندك هنا، يبقى انت هتاخد بس الشويه دول من اللود، يعني مش هتاخد كل اللود. فانت لو جيت هنا وقلت لي لا والله ده احنا مش هنعمل كده كويس، ده احنا هنحط هنا الخمسة في عشرة كلهم اهم خمسة في عشرة. طب انا جيت بعد كده قلت لك لا انا عايز احسب عند سيكشن هنا اللي هو سيكشن اكس، يبقى انت كده بوظت الدنيا، لان انت لما تيجي تحسب المومنت عند سيكشن اكس هتاخد المومنت كده، طب ما الخمسة في عشرة دي وراك يعني ما خدتهاش معاك، وبالتالي كل الشغل بتاعك بقى ايه؟ اي كلام، كل الشغل بقى غلط.
كويس. طيب يعني ملخص برضو اللي انا بقوله كده في الاخر ايه، في الجزء ده ملخص اللي انا بقوله، ما بوظت دي اكتبها تاني. ملخص اللي انا بقوله ان انا لما اجي احسب المومنت، احسب المومنت كويس، وانا كاتب الديستريبيوتد لود ده فانكشن في اكس، ما احولش الديستريبيوتد لود لكونسنتريتد لود. يعني تعالوا نحسب تاني المومنت عند السكشن ده كويس. لما نيجي نحسب المومنت عند السكشن اللي في الاخر اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده، هقول تاني بص بقى ركزوا معايا 18.75 كويس في اكس زائد 31 وربع في اكس ناقص 8. تعال بقى للديستريبيوتد لود، قلت انا من شويه اللي انا شاورت عليه غلط ده اللي هو ده كويس، اللي هو ده اللي مش مظبوط، فده خلاص ده مش هن ايه مش هنعمل كده. امال هنعمل ايه بقى؟ هحول الديستريبيوتد لود لكونسنتريتد لود. هحوله ازاي؟ هقول والله ده الخمسه اللي موجوده عندي اللي هي دي هنضربها في المسافه بتاعتها اللي هي اكس. يعني كاني هحط هنا كده اللود ده اللي هو يبقى قيمته 5 اكس، يبقى اللود في حد ذاته الفاليو بتاعته هنا 5 اكس. طيب المسافه بقى من هنا كده لهنا، المسافه بقى اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي كام بقى؟ المسافه اللي هي من هنا لهنا اللي انا عملتها دي كام؟ المسافه اللي انا شاورت عليها دي اللي هي من هنا من هنا زي ما اتفقنا من مكان تأثير اللود لغاية السكشن، مش انا المسافة من هنا اول هنا لغاية هنا دي كلها اكس، مش المسافة من اول السكشن هنا لغاية اول البيم اكس، ودي نص المسافة، يبقى دي اكس على 2. يعني هاجي اقول 5 اكس في اكس اسف على 2. المومنت ده اللي بيعمله الديستريبيوتد لود ده بيلف بالشكل ده كده، يعني دي للسهم فوق يعني عكس اللي فاتوا دول، وبالتالي يبقى هنا ده نيجاتيف. اللي انت عملته ده الصعب، الايكويشن اللي انت كتبتها دي اصعب حاجه في المساله، يعني اللي جاي ده اسهل كويس، واللي ما فهمهاش برضو في المثال اللي انا عملته هيفهمها في الامثله اللي جايه. بس كمل معايا معلش لو سمحت، المثال اللي انا بعمله ده، انت بعد ما وصلت للمومنت الكلام اللي انا عملته ده، بص هاجي اكتب ايه، اقول والله ده المومنت اللي موجود عندنا 18.75 كويس في اكس زائد 31 وربع في اكس ناقص 8 ناقص 5 اكس في اكس على 2، يعني ناقص 5 على 2 اكس سكوير. اوكي دي المعادله بتاعت المومنت. لو تفتكروا بقى من المره اللي فاتت بعد ما وصلنا لمعادله المومنت، خلاص الموضوع بعد كده بقى سهل. ليه؟ لانك انت كنت بتيجي تدخل في الايكويشن، الايكويشن اللي انت كنت بترجع تقول فيها والله ان الواي دبل داش بتساوي ماينس ام على اي اي، واتفقنا ان الاي اي ده كونستنت، يعني ممكن اخد واحد على اي اي ده بره كده وبعدين افتح براكت كده واضرب كل اللي جوه ده في نيجاتيف اللي هو النيجاتيف ده. يعني هاجي اقول والله 18.75 كويس في اكس ناقص 31 ربع اكس ناقص 8 زائد 2.5 اللي هي 5 على 2. يعني شيل دي لحسن تلخبطكم، لا اقول لكم ايه 2.5 اكس سكوير. الخطوه اللي بعد كده ايه يا جماعه؟ بعد ما وصلنا لهنا كده الخطوه اللي بعد كده ايه؟ ان احنا كنا بنيجي نعمل انتجريشن، مش احنا بنعمل بقى دبل انتجريشن اللي هو اسم الطريقه نفسه، ان انت ده واي دبل داش، انت عايز توصل من واي دبل داش لواي، يعني هتيجي تجيب واي داش وبعد الواي داش تجيب ايه؟ واي. نجيب بقى الكلام ده ازاي؟ ان انا كنت هقول واحد هنا على اي اي وافتح البراكت ده وابدا بقى اعمل انتجريشن للكلام ده. فكنا بنيجي نقول 18.75 اكس سكويرد على 2 ناقص 31 وربع اكس ناقص 8 سكويرد برضو على 2، وبعد كده ده 2.5 اكس كيوب على
اكس كيوب على 3 باور الجديد يعني، زائد سي 1. ممكن سي 1 دي تبقى جوه البراكت او بره جره البراكت زي ما تحب، بس المهم تثبتها يعني، اللي هو اول كونستنت. وبعدين واي ان انا باجي اعمل ايه، باجي اكتب نفس الايكويشن اكملها مره تانية، اعمل انتجريشن تاني، يبقى ده بدل ما كان هنا اكس سكويرد يبقى اكس كيوب على 6 ناقص 31 وربع، اكس ناقص 8 كيوب برضو على 6 زائد 2 ونص اكس باور 4 على 12 زائد سي 1 اكس زائد سي 2. عشان تخلص الكلام ده انت محتاج مين؟ محتاج السي 1، محتاج السي 2. بتجيب بقى السي 1 والسي 2 دول منين؟ من حاجه كنا بنسميها لو تفتكروا الباوندري كونديشنز. ايه الباوندري كونديشنز؟ اللي هي النقط اللي انت عارف عندها الديفليكشن او الروتيشن، النقط اللي انت عارف عندها الديفليكشن او الروتيشن. كويس، النقط اللي انت عارف عندها الديفليكشن او الروتيشن اللي هو السبورتس، النقط اللي انت عارف عندها الديفليكشن او الروتيشن اللي هي السبورتس. ايه بقى؟ احنا عارفين هنا عند السبورت اللي انا هشاور عليه ده، بصوا كده السبورت اللي انا هشاور عليه اللي هو ده هنج سبورت، اورورا سبورت، مش تفرق معايا. وده نفس الكلام، هرجع بقى الكلام اللي انا قلته في المحاضره من شويه صغيرين، ان الهنج سبورت اورورا سبورت الديفليكشن عنده بزيرو، انما الروتيشن ليه فاليو، واحنا مش عايزين اكتر من كده. يعني هاجي اقول ايه، والله مثلا لو دي نقطه A ودي نقطه B، اوكي، يبقى تيجي تقول at point A الاكس عند نقطه A بزيرو، مش الاكس رياكشن، الاكس كوردينيت، مش ده الاوريجين بتاعك اللي انا بشاور عليه دلوقتي، وده محور اكس والفيرتيكال ده محور واي، وده الاوريجين. نقطه A دي الاكس كوردينيت بتاعها بكام؟ بزيرو. والديفليكشن، الديفليكشن مش الواي رياكشن تاني، الديفليكشن بزيرو. وعند بوينت B اللي هو السبورت الثاني، اللي هو السبورت اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده يا جماعه، ده السبورت الثاني اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده، الاكس بالمسافه دي كلها اللي هي 8، الاكس ب 8 والديفليكشن برضو بزيرو. من الاثنين دول هتعرف تطلع السي 1 والسي 2 زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، او زي ما الباشمهندسين شرحوا لكم في السكشن بالتفصيل ازاي بتطلع الكلام ده بارقام. كويس، كل ده عشان ما انتهش بقى، كل ده عشان ما انتهش، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ مش احنا كنا بنقول ان احنا عندنا 3 كيسز من الديستريبيوتد لود. ادي اول كيس اللي هي ايه؟ اللي هي دي اللي احنا درسناها دلوقتي دي، ان الديستريبيوتد لود اللي موجود عندك موجود على طول البيم كله. الديستريبيوتد لود اللي موجود عندك موجود على طول البيم كله. تاني كيس، لو الديستريبيوتد لود اللي موجود عندك موجود بالشكل ده، بص الفرق بين بي وسي، الفرق بين كيس بي وكيس سي هنا، ده موجود في الاول ده موجود في الاخر. هتفرق في ايه؟ هنشوف هتفرق في ايه دلوقتي، هنشوف. بس انا عايز دلوقتي ادرس كيس بي. يعني اللي فاتت دي اللي احنا درسناها دي كلها كانت كيس ايه. كويس، ناخد خط هنا كده ونبدا بعد كده هندرس هنا دي كيس بي اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، هشوف ايه الاختلاف. كويس، طيب في كيس بي بقى ايه الاختلاف؟ ركز معايا بقى كده دلوقتي، والله بقول انا عندي بيم بالشكل ده مثلا، وعليه سوري مش ديستريبيوتد لود هنا، وعليه ديستريبيوتد لود وليكن كده مثلا، ادي الديستريبيوتد لود اللي موجود عندك على البيم. كويس، ده 10 طن بير متر، دي 4 متر ودي 4 متر. جبنا احنا الرياكشنز هنا، طلعت الرياكشنز دي لما حسبناها يعني ان شاء الله، بس عشان ما ناخدش وقت دلوقتي، ده طلع 30 مثلا وده 10. صحصحوا معايا بقى، حتى لو كنت مش فاهم اللي فات ركز معايا، لان احنا هنرجع نكرر نفس الكلام هنا بالظبط، فهتفهم هنا باذن الله. اول خطوه تاني اتفقنا بنيجي نعملها، بنعمل ايه؟ اول خطوه بنيجي نعملها ان احنا بنيجي عند هنا ناخد ده الاوريجن
ونقول والله ده محور اكس وده محور واي، وبعدين نكتب المعادلة بتاعة المومنت. وقلنا بنختار دايما السكشن اللي احنا بنكتب عنده المعادلة يكون سكشن قبل نهاية البيم. فين بداية البيم؟ دي بداية البيم اللي انا بشاور عليها، دي بداية البيم، نهاية البيم اللي هي هنا قبل نهاية البيم على طول، سكشن قبل نهاية البيم على طول عشان ياخد معاك كل اللي موجود على البيم. ونرجع نقول والله ده السكشن ده على بعد من الاول هنا مسافة، المسافة دي ولتكن بنسميها اكس. نكتب بقى معادلة المومنت هنا، صحصحوا معايا بقى عشان نفهم كويس كده ونشوف ايه المشكلة. انا بكتب معادلة المومنت للجزء ده اهو، لكل ده، ايه اللودز اللي موجودة عندي؟ اللودز اللي موجودة عندي اللي هي العشرة طن اللي هي دي، وشوية الديستريبيوت لود دول. طيب نمسك الاول العشر، نمسك الاول العشرة طن اللي هي دي، يبقى انا هقول والله عشرة في المسافة دي اللي هي اكس. يعني انا وانا بكتب المومنت هقول الاتي، هقول المومنت بيساوي 10 اكس، كويس كده، وده بيلف ديل السهم لتحت عشان كده ده بوزيتيف. تعالوا بقى في الجزء بتاع الديستريبيوتد، تعالوا بقى ركزوا في الجزء بتاع الديستريبيوتد، هنشوف بقى ايه مشكله الجزء بتاع الديستريبيوتد دلوقتي. دلوقتي انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول والله شويه اللود دول هما اللي داخلين معانا في الكالكوليشن. طب شويه اللود اللي انا شاورت عليهم، اللي انا شاورت عليهم واللي انا شخبطت عليهم دول كام؟ تاني محدش يغلط الغلطه اللي بتحصل في الجزء ده اللي هي ايه؟ اللي هو يجي يقول والله دي 10 في 4 ونحطها كده، مش انت واخد سيكشن في الاخر؟ مش انت واخد سيكشن هنا؟ هقول له تاني مش احنا بنكتب معادله جنرال؟ يعني ممكن الاكس اللي موجوده عندك اللي هي دي تبقى ب2 متر، ب3 متر، ب4 متر، ب5 متر، ب7 متر زي ما تكون، وبالتالي لازم نكتب ال10 دي فانكشن في اكس. طب عشان نكتبها فانكشن في اكس انا عايز المسافه دي، ما هي ال10 طن بالمتر جرام دي بتأثر في انهي ديستنس؟ استنى بنعملها بلون تاني، بتأثر في الديستنس دي من هنا لهنا بس. طب الديستنس دي كام؟ لا دي سهله، ايه الديستنس دي؟ ما هي الديستنس دي اللي هي دي، محدش برضو يقول لي دي اربعه لان احنا تاني قلنا بنكتب فانكشن في اكس. يبقى الديستنس دي عباره عن كام اللي انا عملتها بالازرق دي؟ هقول اكس اللي هي المسافه دي كلها ناقص 4 متر، اكس اللي هي المسافه اللي انا عملتها دي ناقص 4 متر. ده بس مكانه مظبوط كويس، يبقى دي عباره عن اكس ناقص 4. يعني اللود اللي موجود عندك هنا ده لو انا عايز احوله لديستريبيوتد لود، قيمه اللود اللي موجود عندنا دي هتبقى عباره عن كام؟ ده كده اكس ناقص 4، هيبقى اللود ده عباره عن 10 باكس ناقص 4. يبقى لو انا جاي اكتب معادله المومنت هقول عباره عن ايه بقى؟ 10 اللي هي الكونسنتريتد لود ده، الكونسنتريتد لود اللي في الاول في المسافه كلها اللي هي اكس، ناقص الحمل اللي موجود عندك اللي هو هنا اللي هو 10 في اكس ناقص 4، لما حولنا الديستريبيوتد لود لكونسنتريتد يعني ناقص 10 في اكس ناقص 4. ركز بقى معايا، ركز معايا في الحته اللي جايه دي، في المسافة دي، المسافة دي كام بقى؟ المسافة دي كام؟ مش دي من هنا لهنا اكس ناقص 4؟ كل مسافة الديستريبيوتد ده اكس ناقص 4، يبقى المسافة دي نص المسافة، نص مسافة الديستريبيوتد، يبقى ده في اكس ناقص 4، اكس ناقص 4 على 2. تاني تاني تاني، انا عايز احسب المومنت عند السكشن ده، عايز احسب المومنت عند السكشن ده، عشان احسب المومنت عند السكشن ده حسبت من الناحيه دي كده، هو شايفين البتاع اللي انا ماشي بيها دي؟ عشان احسب المومنت هنا حسبنا من الناحيه دي كده. لما حسبنا المومنت من الناحيه دي ايه اللودز اللي دخلت معانا؟ ال10 والديستريبيوتد لود اللي هنا، العشرة ضربتها في المسافه اللي هي اكس، شويه الديستريبيوتد اللي هنا الاول عشان نحولهم لكونسنتريتد فقلنا والله 10 في المسافه دي. طب المسافه دي كام؟ اللي هي اكس ناقص 4. الحمل الديستريبيوتد ده بيأثر في النص بالظبط، حمل الديستريبيوتد لود بيأثر في النص بالظبط، يعني نص الاكس ناقص 4،
يعني يبقى على بعد من السكشن اكس ناقص 2. الحمل قيمته كام؟ اللي هو ده، هو 10 في اكس ناقص 4. المسافه كام؟ يعني ده كده اللود اهو، ودي الديستنس. المسافه كام؟ اللي هي اكس ناقص 4 على 2. نمسك معادله المومنت دي واحطها في صوره مبسطه اكتر، يبقى اقول 10 اكس ناقص 10 في اكس ناقص 4 في اكس ناقص 4 على 2، يعني 10 في اكس ناقص 4 سكويرد على 2. وطبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت والباشمهندسين شرحوا لكم في السكشن القصه بتاعت ان احنا ما ينفعش نفك البراكتس دي، لان احنا لو فكينا البراكتس دي كويس مش هنعرف الاماكن بتاعت اللودز والدنيا هتبوظ خالص. تمام. والحاجه الثانيه اللي بفكركم بيها اللي احنا اتكلمنا برضو فيها المره اللي فاتت، ان البراكتس دي لو الفاليو بتاعتها نيجاتيف يبقى كام قيمتها الحقيقيه؟ حد يرد عليا، لو الفاليو بتاعت البراكت ده نيجاتيف هتبقى كام القيمه بتاعته في الايكويشن؟ زيرو. تمام. طب كويس انكم لسه صاحيين. تمام. لو اي براكت موجود عندنا الفاليو بتاعته نيجاتيف هيبقى الفاليو بتاعته نحطها بزيرو. يعني دي بصوا دي حاجه يا جماعه مش ماث ولا ليها اي قاعده، ده الراجل اللي الف الطريقه دي، الراجل اللي عمل الدبل انتجريشن عشان يعرف يظبط المعادلات بتاعته ويعرف يحل، فقال لازم القاعدتين دول. هتسمعوا كلام الراجل ده يبقى تسمعوا ايه القاعدتين دول وتمشوا بيهم. مش عاجبكم الطريقه دي خالص ولا عجباني الحقيقه، كويس، يبقى هنستخدم طرق تانية لسه هناخدها تاني ان شاء الله قدام شويه. اوكي، بس لو هتستخدموا الطريقه دي بقى تفتكروا القاعدتين دول. ايه القاعدتين دول؟ اول حاجه اي براكت نيجاتيف نحطه بزيرو، اي براكت نيجاتيف في اي مرحله من مراحل الحل كويس طلع معاك البراكت ده نيجاتيف تحطه بزيرو. تاني حاجه اوعى تفك البراكتس، لان انت لما تفك البراكتس دي، لما بتشيل البراكتس دي وتقعد تعمل اختصارات كانك بتسهل الموضوع على نفسك، يعني ضيعت الدنيا كده، لانك انت ما بقيناش عارفين اللودز بتاثر فين، اماكن تاثيرها ايه، لان حكايه ان البراكت ده يطلع نيجاتيف ده اللي بيقول لك على مكان تاثير اللود فين. طيب لو تفتكروا بقى من شويه، لو تفتكروا من شويه احنا قلنا ايه؟ قلنا عندنا ثلاث حالات A و B و C للديستريبيوتد لود، انا بشاور عليهم دول. عملنا ايه؟ انا مش شايف الصراحه ان كان فيها مشكله، وعملنا B ولا برضو B فيها مشكله. هنعمل بقى دلوقتي C ان شاء الله اللي هي فيها مشكله. هنشوف بقى ايه مشكله C. A يعني A و B لو تفتكر A الديستريبيوتد لود على البيم كله، خلاص ما لقيناش مشكله. B الديستريبيوتد لود كان على الجزء الاخير من البيم، على الجزء الاخير من البيم، كويس. طب نشوف سي، وسي دي على فكره سواء شكلها كده او كده، يعني المهم ان هو ايه مش على الجزء الاخير الديستريبيوت لود ده او ده، يعني ده يا ده، يعني الشكل ده او الشكل ده ازاي نتعامل معاهم؟ ده اللي احنا هنشوفه بقى دلوقتي، دي اللي تركزوا فيها، دي بقى اللي مشكله دلوقتي. صحصحوا معايا بقى، بصوا ركزوا معايا قوي في السي دي عشان نفهم احنا هنعمل ايه، وبعد كده هديلكوا بريك 5 دقايق، بس ركزوا معايا قوي بقى في الجزء اللي جاي ده عشان ده اللي مهم. اتفضل يا حبيبي. في الكيس الثانيه بعد اذن حضرتك، ال 30 دي خلاص كده مش واخدها معايا في حساباتي خالص، حتى لو كان مكانها مومنت برضو. اه مش هتاخدها معاك، ولو كان مكانها مومنت برضو. بس مش برضو معنى كده ان هي مش بتاثر على البيم، هي بتاثر على البيم، هي اوريدي دخلت معاك في الكالكوليشن. دخلت معاك في الكالكوليشن ازاي بقى؟ ان انت وانت بتحسب الرياكشنز في الاول خالص، مش انت بتقعد تاخد المومنت هنا وتطلع سيجما واي وهكذا، يعني هي بتاثر على البيم، فاهم قصدي ايه؟ تمام، بتاثر لكن في معادله المومنت ما دخلتش. بالظبط كده. انما لو واحد بص ركز معايا كده، بص الباشمهندس صاحبكم بيسالكم ولا بيسال سؤال كويس. افرض بقى واحد اسم حضرتك ايه؟ محمد مجدي. بص يا محمد، لو انت بقى ادي ال 30، ركز معايا كده، بص في اللي انا بكتبه ده، وهنا 10 وادي الديستريبيوتد لوب بتاعك ماشي، وجيت هنا عملت المحاور كده، عملت المحاور بالشكل ده، يبقى ساعتها كنت هاخد انا السكشن ازاي؟ مش انا كنت هاخد السكشن هنا؟ مش ده اللي اتفقنا عليه؟ انا قلبت لك المساله يعني معايا، كنت هتبقى المسافه دي هي الاكس صح؟ تمام. وبالتالي لما اجي احسب هنا كنت احسب من انهي ناحيه؟ غصب عني لازم احسب من الناحيه دي، يبقى كان ايه اللي هيدخل معاك اهو؟ ال 30، فاهم قصدي ايه؟
انما الفاينل انسرز في الاخر خالص، سواء حليت كده او سواء حليت بالطريقه الاولانيه دي انك خدت المحاور الناحيه دي او اي طريقه ديفليكشن تانية، لازم تطلع لك نفس النتائج. اوكي، احنا بقى ايه، ما عملناش كده، ما عملناش ده، ده صح وكل حاجه، بس احنا ما عملناش كده، احنا عملنا ايه الشكل اللي فات. اوكي، الكيس الثالثه سي بقى اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، ركزوا معايا فيها، اللي هي المفروض ان فيها مشكله. بصوا الكيس الثالثه، سي ان انت عندك الديستريبيوت لود ده في النص هنا، او مش لازم في النص، في اي مكان كده مثلا، دي 5 طن بر متر ران، وده وليكن مثلا 6 متر وده 6 متر. اول حاجه زي ما اتفقنا قبل كده بنجيب الرياكشنز عادي خالص زي ما كنت تعمله في سنه اولى، جبنا الرياكشنز هنا عشان ما نضيعش وقت، بس طلع ده 22.5 وطلع ده 7.5. ركزوا بقى معايا، نشوف ايه المشكله في الكيس سي دي، ايه المشكله في الكيس سي عن الكيس اللي فاتت. اول خطوه احنا قلنا بنيجي نعملها ايه، اول خطوه بنيجي نعملها بنقول والله ادي المحاور بتاعتنا، ادي اكس وده واي، يعني ده الاوريجين. اوكي، وبعدين السكشن اللي احنا بنيجي نحسب عنده، قلنا بنيجي ناخد سكشن قبل نهايه البيم على طول، اللي هو هنا قبل نهايه البيم على طول، واقول والله ان السكشن ده بعده من الاول هنا كده المسافه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي اكس. انا عايز احسب المومنت بقى عند السكشن ده اللي هو على بعد اكس بقى. ركزوا معايا، بصوا هقول المومنت بيساوي 22.5 في اكس اللي هي اللود ده في المسافه. صح صح بقى، لو فهمت الخمس دقايق الجايين دول يبقى انت خلصت الجزء ده. ركز بقى معايا، بص هتيجي تقول ايه بقى. طيب الديستريبيوتد لود، ديستريبيوتد لود اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي كويس، الديستريبيوتد لود اللي هو ده، اللي هو ده خمسة دي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، انا هقول والله لو انا عايز احسب عند السكشن اللي في الاخر هخليها 5 في 6 يعني 30، وبتأثر هنا هقول 5، ركزوا معايا وصح صح، هقول 5 في 6 اللي هي دي ب30 وبتأثر في النص هنا، وانا بحسب المومنت عند السكشن اللي في الاخر. الكلام اللي انا بقوله صح ولا غلط؟ نمتوا ولا ايه؟ الكلام اللي انا بقوله صح ولا غلط؟ غلط. لا غلط، مش صح. غلط ليه بقى غلط؟ لان احنا تاني اتفقنا ايه، ان احنا بنشتغل على ديستنس اكس، ديستنس جنرال اكس، يبقى اتفقنا ما نحولش اللود ده خالص لكونسنتريتد. يعني اللي بيقول لي غلط بيقول لي غلط ليه؟ كويس، بيقول لي غلط لان انت غلطان لو انت المسافه اكس اللي عندك دي افرض ان هي 4 متر، افرض ان الاكس دي اللي انا بشاور عليها دي 4 متر 3 متر 2 متر، الله، يبقى مش هتاخد الخمسة في ستة كلها، صح ولا غلط؟ طيب دلوقتي انا عايز احسب برضو المومنت هنا، طب انا عندي مشكلة، ايه المشكلة يا جماعة؟ ركزوا كده معايا لما اجي احسب المومنت عند السكشن اللي في الاخر، والله لو قلت 5 في 6 في كذا هتنفع، بس قلنا ما ينفعش في الجزء اللي في الاول، ولو قلت 5 في اكس اللي هي دي برضو ما تنفعش، لان اللود، اللود اللي هو 5 ده مش على البيم كله، يعني انا لو قلت 5 في اكس دي كما لو كانت، بص كده كما لو كان اللود موجود في الحته دي بس، انما لما اقول 5 في اكس لو هنا ده المسافه اكس، يعني كانك كملت اللود ده كده. طب وده ينفع؟ ما هو ده غلط لان اللود مش كامل لغايه الاخر، يعني ده كده غلط. اوكي، يبقى ده ما ينفعش برضه. لا طبعا، نتصرف ازاي بقى، هنعمل الحكاية دي ازاي؟ ولو انا برضو يعني تاني عشان اوضح لك المشكلة، لو انا قلت 5 في 6 ب30 كويس مش هتنفع، عشان لو كانت اكس ب3 متر او 4 متر وهكذا مش تبقى 30 كلها داخلة معايا، ولو قلت 5 اللي هي دي في اكس برضو مش هينفع، لو الاكس مثلا عندك ب9 او ب10 ما انت كده كأنك حطيت هنا ديستريبيوتد لود. فالراجل اللي اخترع الدبل انتجريشن دي قال ايه، حل المشكله دي بقى ازاي؟ الراجل اللي اخترع ده عمل ايه بقى كويس؟ قال ايه؟ قال لا خلاص كمل لي دي،
كمل اللود كده. ينفع اللي هو عمله ده؟ ينفع ان هو يكمل لود بمزاجه كده؟ ما ينفعش يعني، ما حدش يحط لود كده على البيم بمزاجه. يعني الراجل كان اللود واقف عند الحتة دي كده، قال لك لا كمل لي اللود للآخر. كويس؟ يعني افترض فرض غلط من عنده، افترض فرض غلط من عنده. عشان يصلح الفرض ده بقى ما عمل ايه؟ قام جه هنا قال ايه، مش انا زودت لود في المكان ده، زودت ديسيبل لود في المكان ده، هرجع هنا ونقص الديستريبيوتد لود ده. يعني هرجع هنا كويس واحط ديستريبيوتد لود طالع من تحت لفوق. يعني بصوا كده يا جماعه تاني، اللود اللي موجود عندنا اصلا في المساله اللي هو اللود اللي مرسوم بالابيض باللون الابيض ده، اوكي. الراجل عشان يعرف يحل المشكله دي ان اللود مش واصل للسكشن، اللود مش واصل للسكشن اللي انت بتحسب عنده، فحل المشكله دي ازاي؟ حل المشكله دي عن طريق ان هو كمل الديستريبيوتد لود ده. وطالما ان هو كمل الديستريبيوتد لود ده اللي هو معمول باللون الاحمر ده، يبقى افترض فرض غلط من عنده. عشان يصلح الفرض اللي غلط من عنده فرجع قال والله طب احنا هنصلح الفرض الغلط ده بان احنا هنعمل البتاع اللي معمول بالبرتقاني من بتاع الاورنج من تحت اللي طالع لفوق ده. يعني كانه حط هنا لود اللي هو ده نازل لتحت اهو افترضه من عنده، وعشان يصلح الحكايه دي قام جه قال والله احنا هنحط هنا اللود ده طالع لفوق. يعني حط لود والتاني عكسه، وبالتالي كانه ما عملش حاجه. طب امتى هنلجا احنا للحكايه دي؟ ببساطه شديده كده، ببساطه شديده لو كان اللود مش واصل للسكشن. يعني لو انت افتكرت كيس A وB اللي احنا بنتكلم عليهم، بص في الحالتين هنا السكشن في الاخر اللود واصل للسكشن، السكشن في الاخر اللود واصل للسكشن. هنا السكشن اللي احنا بناخده في الاخر اللود مش واصل للسكشن، وبالتالي بتعمل ايه؟ بتكمل انت بقى اللود ده للسكشن وترجع تنقصه. يعني هي دي الكيس اللي فيها مشكله اللي هي كيس C. طب كمل كده بقى في الايكويشن اللي انا بكتبها تحت، كمل كده بقى في الايكويشن دي، انا عايز اكتب الايكويشن بقى في الجزء ده، نشوف هنكتبها ازاي. كويس؟ احنا كنا قلنا بنكتب المومنت عند السكشن ده، فقلنا 22.5 اللي هي دي في المسافه دي كلها اللي هي اكس، 22.5 اللي هي دي في المسافه دي كلها اللي هي اكس. انت كده كانك خدت ايه؟ خدت اللود اللي معمول بالابيض وكملته كمان اللي هو الجزء اللي بالاحمر ده، خدت اللود اللي معمول بالابيض وكملته كمان اللي هو الجزء اللي بالاحمر. عايز انقص بقى الجزء الاورنج ده، عايز انقص الجزء اللي معمول باللون البرتقالي. طب انقصه ازاي؟ هو اللود ده قيمته كام؟ المسافه دي هقول 5 في المسافه دي، المسافه اللي انا بشاور عليها دي كام؟ مش دي كلها اكس؟ المسافه من اول هنا لغايه هنا دي اكس، ودي 6 متر. يبقى المسافه دي اللي هي من هنا لغايه هنا دي عباره عن اكس ناقص 6. يبقى اللود اللي موجود عندك من تحت ده هتقول ايه بقى؟ 22 اكس ده الرياكشن اللي هنا اللي في الاول ناقص، ركز معايا بلاش خليها بالابيض، ناقص 5 اكس اللي هو اللود اللي فوق اللي هو ده اللي انا برضه هشاور لكم على المسافه بتاعته دلوقتي. اللود اللي فوق ده مش هو بيأثر في مسافه اكس؟ 5 اللي هي دي في اكس، في اكس على 2 زي ما عملنا المره اللي فاتت، 5 اكس في اكس على 2 يعني 5 اكس سكويرد على 2، او بلاش اعملها واحده واحده عشان ما تلخبطوش. 5 اكس ده اللود في اكس على 2 ده اللود الكبير، اللود اللي هو الابيض اللي كملناه بالاحمر ده، 5 اكس في اكس على 2 زائد لان التاني طالع من تحت اللي هو ده، التاني ده السهم بتاعه هيبقى لتحت، اللود نفسه قيمته 5 بس في المسافه دي، يبقى 5 في اكس ناقص 6 ده قيمه اللود في نص المسافه. مش هو بيأثر هنا اللود ده كانه بيأثر في النص هنا كده، كانه بيأثر في النص، يبقى لما هضربه هضربه في نص المسافه، نص المسافه اللي هي كانها اكس ناقص 6 على 2، ادي نص المسافه. يعني لما نيجي نمسك الايكويشن دي بقى كاني هقول 22.5 اكس ناقص 5 اكس سكويرد على 2 زائد 5 في اكس ناقص 6 سكويرد على 2.
وقلنا تاني بعد ما وصلنا للإيكويشن دي كويس، بعد ما وصلنا للإيكويشن دي القاعدتين اللي احنا ماشيين بيهم على طول من اول ما بدأنا نشتغل، ايه القاعدتين دول اللي هو حد ينساه وهو بيشتغل في الدبل انتجريشن؟ اول حاجة اي براكت لو الفاليوز بتاعته بنيجاتيف يبقى لازم نحطها بزيرو. تاني قاعدة ان احنا ما ينفعش نفك البراكتس، يعني اوعى توصل لهنا كده وتقعد بقى تفك لي البراكتس اللي هي الاكس ناقص 6 دي وتختصر وكده هتبوظ الدنيا. تاني حاجه لو البراكت ده الفاليو بتاعته نيجاتيف نحطها بزيرو. يعني ايه؟ يعني ركز كده، ركز كده بص معايا. يعني افرض مثلا الاكس دي ب 2 متر، الاكس اللي في الاول دي انا عايز احسب المومنت هنا عند سيكشن في الاول على بعد 2 متر، هنا كده عايز احسب المومنت على سيكشن على بعد 2 متر مومنت عادي خالص، كنت هتقول ايه ببساطه؟ 22.5 المومنت عند سيكشن على بعد 2 متر، هتقول 22.5 في 2 ناقص شويه الديستريبيوتد لود دول اللي هم ايه؟ 5 في 2 في 1. مش ده اللي احنا كنا بنعمله السنه اللي فاتت يا ولد؟ ده اللي كنا بنعمله السنه اللي فاتت لما نيجي نحسب السيكشن، سوري اسف، المومنت عند اي سيكشن. انا بحسب على بعد 2 متر هنا في الاول على سبيل المثال، فاقول 22.5 في 2 ناقص شويه اللود دول اللي هم 5 في 2 في 1، طلع ده وليكن لما تحسبه 35 مثلا. انا المفروض بقى من الايكويشن دي يطلع لي بقى برضو 35. تعالى بقى نعوض في الايكويشن، تعالى نعوض كده، ركز معايا. هتيجي تقول ايه؟ الاكس ب 2 ماشي، 22.5 في 2 وبعدين ناقص 5 في 2 سكويرد على 2 ناقص 5 في 2 سكويرد على 2 زائد 5 اللي هي دي 2 ناقص 6 سكويرد على 2. تعال بقى نحسب 22.5 في 2 ادي 45 ناقص 5 في 2 سكويرد على 2 يعني 10 زائد، تعال هنا بقى ركز 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 بص في الحتة دي، 2 ناقص 6 يبقى كام؟ ناقص 4. 2 ناقص 6 اللي هي دي كام؟ تبقى ناقص 4. قلنا اي براكت نيجاتيف يبقى نحطه بايه؟ بزيرو. مش 2 ناقص 6 دي يعني ناقص 4 او ما يقول لا ده كل الكلام الفارغ ده يبقى بكام؟ بزيرو، يطلع ده 35. يبقى الايكويشن بتاعتك مظبوطه، يبقى الايكويشن بتاعتك دلوقتي ايه؟ مظبوطه. افتكر دايما القاعده دي، اي براكت نيجاتيف، اي براكت نيجاتيف كويس يبقى بزيرو، واوعى تفك البراكتس بتاعتك كويس. طيب هقول حاجة وبعد كده ناخد بريك 5 دقايق. كويس بصوا تاني، عندنا قلنا 3 كيسز، التلاتة كيسز دول كيس A وكيس B مفيش فيهم مشكلة، اللي هو لما يبقى الديستريبيوتد لود اللي موجود عندك واصل لغاية السكشن. كيس C هي دايما اللي فيها مشكلة، اللي هو الديستريبيوتد لود ببساطة مش واصل للسكشن، سواء كان الديستريبيوتد لود ده في أول البيم أو في نص البيم مش مهم، طالما إنه مش واصل للسكشن هي دي المشكلة. فأنت بتعمل إيه؟ إيه الحل؟ فالراجل جه اخترع اللي عمل الدبل انتجريشن ده، قال لك ايه الحل؟ قال لك الحل بسيط خالص. نعمل ايه؟ والله لو انت عندك لود بالشكل ده يبقى ببساطه كويس، قال لك كمل لي اللود ده لغايه السكشن، يبقى كده زود لود من دماغه. طيب وبيرجع يصلح الحكايه دي ازاي؟ انه بيرجع ينقص تاني اللود ده كويس. ده اللي احنا عملناه في الكيس اللي تحت لما حلينا البيم ده. يبقى احنا كده شفنا لو عندنا ديستريبيوتد لود ازاي بنتعامل معاه في الدبل انتجريشن. اوكي طيب خدوا بقى 5 دقايق بريك ونرجع نكمل الساعه 9 بالظبط ان شاء الله. الساعه 9 بالظبط هنرجع نكمل بعد 5 دقايق بالظبط.
في الشوط. في الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. ركزوا معايا بقى يا جماعه. بص اخر كيس فيها صعوبه من ناحيه اللودز لو احنا عندنا كونسنتريتد مومنت. لو عندنا كونسنتريتد مومنت عايزين نشوف برضو في المعادله بتاعه المومنتس ايه اللي هيختلف. اول حاجه برضو زي اي بيم بيجي لك، اول حاجه بتيجي تعملها انك بتجيب الرياكشنز اللي موجوده عندك. وليكن في المساله اللي قدامنا دي انت جبت الرياكشنز، طلع الرياكشن ده اللي هنا ده مثلا وليكن 30 وده مثلا 10. وزي ما اتفقنا قبل كده هنمشي عادي خالص، هنقول والله ادي المحاور اللي موجودة عندنا، ده محور اكس وده محور واي. وبعدين كنا بنيجي في اخر البيم خالص زي ما اتفقنا ونفترض ان المسافة دي اسمها اكس، واكتب المعادلة اللي موجودة عندي. ركزوا بقى معايا، يعني نخلصها في دقيقتين الحكاية دي كلها. كنت بتيجي تقول ايه؟ 30 في اكس دي مفيش فيها مشكلة، ناقص 40 اللي هي دي في اكس ناقص 5 عشان بتلف عكسها، وعشرة اللي هي دي في اكس ناقص 10 اللي هي هنا. فاضل بقى المية، فاضل المية. المية بتلف مع الاربعين، يعني انا عارف ان المية دي اهي بالشكل ده. في بقى مشكلة. ايه المشكلة؟ ان احنا كنا اتفقنا ان الايكويشن اللي احنا بنكتبها لازم تنفع عند كل السيكشنز في البيم. طيب انا دلوقتي لما اجي احسب مثلا والله الاكس دي بواحد او باتنين، يعني الاكس دي بسيكشن كده زي ما انا بشاور بالاصفر كده، ركزوا هنا كده. طب هنا لما اجي احسب المومنت كده الاكس دي مش داخله معانا، الاكس دي مش داخله معانا اللي انا عملتها من هنا دي، كويس مش هتبقى مظبوطه. المومنت اللي هنا اللي انا كنت عايز احسبه لو انا بحسب بالناحيه دي المومنت المية ده مش هيدخل معايا، يبقى بالتالي في المعادله دي في حاجه كده مش مظبوطه، لان المية دي هتدخل معانا. وفي نفس الوقت انا ما اقدرش اضرب المية دي في ديستنس. يعني قبل كده انت كان بيبقى في عندك ديستنس مثلا زي دي كده، فبتعرف منها مكان تاثير اللود فين، وبالتالي البراكت لو كان نيجاتيف فبتحطه بزيرو. انما دلوقتي المشكله اللي ظهرت عندنا الجديده ان المومنت الكونسنتريتد مومنت ما اعرفش اضربه في ديستنس، كويس. فبنحل المشكله دي ازاي؟ جه برضو الراجل اللي اخترع الدبل انتجريشن لقالها حل. عمل ايه بقى؟ كويس، عمل ايه؟ قال خلاص طالما ان احنا مش عارفين نضرب المومنت اللي موجود عندنا ده في ديستنس، لانه ما ينفعش يتضرب في ديستنس ان ده مومنت اساسا، قال هنحط الديستنس بتاعته دي في براكت هنا بس نخلي البراكت ده الباور بتاعه زيرو، على اعتبار ان اي حاجه الباور بتاعها زيرو بتساوي كام؟ اي حاجه الباور بتاعها زيرو بتساوي كام؟ مش عارفين. واحد. تمام، اي حاجه الباور بتاعها زيرو بتساوي واحد، وبالتالي يبقى كده كانك ما ضربتش في حاجه. بس انت بتعمل البراكت ليه تاني؟ عشان تعرف مكان تاثير الكونسنتريتد مومنت، علشان تعرف مكان تاثير الكونسنتريتد مومنت. واخد بالك؟ يعني هاجي هنا والله المية دي مش هي بتاثر في النقطه دي، النقطه دي كانك بتضرب كان المية دي لود. كنت هتقول المية في كام؟ اكس ناقص 5. يعني هكتب هنا كده اهي اكس ناقص 5. خلاص انا عرفت كده ده مكان تاثيرها. لكن الاكس ناقص 5 على بعضها دي كده ملهاش قيمه لان الباور بتاعها بزيرو، يعني هيبقى ب 1. يعني تاني لو انا بحسب على بعد 2 متر من الاول هقول 2 ناقص 5، 2 ناقص 5 يبقى كام؟ ناقص 3. طالما البراكت بنيجاتيف يبقى دي راحت يبقى بزيرو. انما لو الاكس ب 7 هنا مثلا كده هيبقى المومنت معانا، هقول 7 ناقص 5 يعني 2 يعني بوزيتيف. مش مهم ان هو 2، المهم ان هو بوزيتيف.
2 الباور بتاع 0 يبقى 1، يبقى المية دي دخلت معانا. يعني ملخص الموضوع بتاع الكونسنتريتد مومنت ده سهل خالص. ايه اللي بيحصل؟ اي كونسنتريتد مومنت موجود عندك عشان يدخل في الكالكوليشنز لازم الكونسنتريتد مومنت ده يتضرب في ديستنس، بس نخلي الباور بتاعت الديستنس دي بزيرو، بس نخلي الباور بتاعت الديستنس اللي موجوده عندنا دي بزيرو. ليه؟ لان اي حاجه الباور بتاعها بزيرو بواحد، يبقى كانك كده ما غيرتش حاجه في الشغل بتاعك. يعني الموضوع ده او احنا خلصنا خلاص موضوع الكونسنتريتد مومنت، ايه اللي حصل فيه؟ ولا اي حاجه. انت كل ما هيجي لك اي كونسنتريتد مومنت موجود عندك في المساله هتعتبر الكونسنتريتد مومنت كانه كونسنتريتد لود وتقوم ضربه في ديستنس، بس اللي اتغير ان البراكت ده الديستنس دي هتحط الباور بتاعها بزيرو. وبعد كده وانت بتكامل طبعا لو انت بتعمل انتجريشن يبقى الباور بزيرو ده اول مره يبقى بواحد، وبعد كده لما تعمل الدبل انتجريشن يبقى باثنين وهكذا زي ما بتعمل الانتجريشن لاي حاجه يعني. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف احنا فاضل لنا بالظبط حاجتين نخلصهم يبقى خلصنا المحاضره وخلصنا الموضوع بتاع الدبل انتجريشن. فركزوا معايا بقى كويس عشان نخلص الحاجتين دول كويس. اول حاجه لو كان البيم اللي موجود عندك، ركز معايا بقى في الحاجتين اللي فاضلين دول، لو كان البيم اللي موجود عندك فيريبل انرجي، يعني ايه؟ يعني كانت الانرجيا مثلا بتاعت البيم من هنا لهنا حاجه، الجزء الاول ده حاجه تانية، يعني مثلا دي اي وده 2 اي. هو ده بيحصل اصلا؟ اه بيحصل طبعا. هي ايه الاي دي؟ مش الاي دي الانرشيا بتاع الكروس سكشن؟ الانرشيا بتاعت الكروس سكشن اللي احنا كنا بنيجي نحسبها السنه اللي فاتت، اللي كنت بتقعد تقول لي مثلا لو السكشن ده 20 في 40 يبقى 20 في 40 كيوب على 3 وهكذا. يعني كما لو كان السكشن الاي ده عامل كده، كما لو كان السكشن ال 2 اي ده عامل كده مثلا، واخد بالك؟ يعني كما لو كانت الكاميرا اللي موجوده عندك دي لو انا برسمها في الاليفيجن عامله كده اهو، دي الكاميرا اللي عندك، سيكشن هنا اصغر شويه من السيكشن ده، وبالتالي هنا اي وهنا 2 اي. كويس. طب تفرق معانا ايه بقى في الشغل بتاعنا في الدبل انتجريشن؟ لا دي مشكله كبيره. ليه بقى مشكله؟ لان انت في الايكويشن بتاعتك لو تفتكر انت كنت بتقول ايه؟ بتقول واي دبل داش بتساوي ماينس ام على اي اي. هوبا بصوا بقى المشكله في ايه؟ ماينس ام على اي اي. طب ما انت الاي اي دي مختلفه، طب انت هتحط الاي اي بتاعت الجزء ده ولا بتاعت الجزء ده؟ وما ينفعش تفرض اي كلام يعني. كويس؟ لا طالما الاي اختلفت من جزء لجزء يبقى الايكويشن اختلفت. طالما الاي اللي هي الانرشيا اختلفت من جزء لجزء يبقى الايكويشن اختلف. يبقى احنا دلوقتي كان عندنا مسالتين، شايفين الخط الاصفر اللي انا بعمله ده؟ كان عندنا مسالتين، كان مثلا ده هسميه مثلا اهو بيم واحد وده كانه بيم اتنين. يعني انت كانك بتحل مسالتين منفصلين تماما. ازاي نحلهم؟ هنشوف دلوقتي. بس المهم اول ما تلاقي فيريبل انرشيا كويس تبقى عارف المساله عندك هتبقى طويله شويه. ليه؟ لان الايكويشن اللي انت بتكتبها دي فانكشن في الانرشيا، طالما ان هي فانكشن في الانرشيا يبقى لازم الجزء بيم واحد ده يبقى ليه معادله وبيم اتنين ده يبقى ليه معادله. كويس. طيب بيم واحد سي انت كتبت المعادلات بتاعته، بيم واحد كتبت المعادلات بتاعته كويس، اللي هو مثلا لو احنا عندنا تعالوا نحل الكلام ده بأرقام عشان تبقى الدنيا واضحة برضو قدامنا أحسن شوية. يعني مثلا خلي هنا كده ده وليكن 3 6 3، خلوا اللي هنا ده مثلا 20 وخلوا اللي هنا ده 40. جبنا الرياكشنز احنا في الاول خالص زي ما بنجيب الرياكشنز في اي بيم. معلش انا هشيل دي، هشيل دي واخلي هنا ده برضو 3 3 كويس، ونعمل ده هنا
زي ما اتفقنا كده، وليكن مثلا 3 اي، يعني ده اي وده 3 اي، ده انيرشيا وده 3 انيرشيا. كويس، لو الانيرشيا دي 10000 يبقى الانيرشيا دي 30000. كويس، اول حاجه انت عملتها هنا جبت الرياكشنز دي، جبت الرياكشنز، طلع الرياكشن ده وليكن 25 هنا ده، وطلع الرياكشن ده وليكن 35. دي اول حاجه انت جبتها. بعد ما جبت الرياكشنز بقى، صحصح معايا في الكلام اللي جاي. بص هنيجي نقول ايه بقى، دي نقطة A، دي نقطة B، دي نقطة C. ونيجي نكتب في الأول مثلا 4 بيم AB. البيم الأولاني اللي هو البيم ده، بيم AB اللي هو ده، اللي هو البيم اللي في الأول ده، شكله عامل كده. طالما انك فصلت البيم ده بره اللي هو بالشكل ده كده، اوعى تنسى انك انت لما تيجي تقطع هنا كده اللي هو عند نقطة بي، اللي هي دي نقطة بي، زي ما كنا بنقطع زمان كده، لازم يظهر عندها اكس وواي ومومنت. الاكس مشكلة رياكشن دلوقتي، مش مشكلة بالنسبة لك دلوقتي في البيمز تماما، زي ما انت شفت من اول ما بدأنا نشتغل. كويس، لانها مش مؤثرة بالنسبة لك في الفيرتيكال ديفليكشن. اوكي، هم بالنسبة لنا الواي والمومنت. الفورسز اللي موجودة عندنا في الجزء ده اللي هو البيم اي بي ده، ايه الفورسز اللي موجودة عندنا؟ عندنا هنا والله في 25، وعندنا هنا في لود اللي هو 20. انا عايزك بقى تمسك المسألة دي تحلها. تحلها يعني ايه؟ يعني نشتغل زي ما كنا بنشتغل من شوية في الدبل انتجريشن. طيب ماشي، يعني احنا كنا بنيجي نقول والله ده محور اكس، ده محور واي، وبنيجي هنا قلنا تاني قبل نهاية البيم على طول بناخد مسافة، مسافة دي بنسميها، وتبدأ تكتب معادلة المومنت زي ما كنا بنشتغل. بنكتب معادلة المومنت، كنا بنقول ايه؟ بنقول 25 في اكس ناقص 20 في اكس ناقص 3. مفيش حاجة تانية، يبقى دي معادلة المومنت. طيب ركز معايا بصرف النظر على الارقام، انا كتبت المعادله اهو خلاص، مشيت كويس لغايه دلوقتي. بقول والله بعد كده واي دبل داش، اسف، بقول بعد كده لو تفتكروا واي دبل داش بتساوي ماينس ام على اي اي. طيب كنا بنمسك المعادله اللي فوق دي، وبعد كده عشان اجيب واي داش بكامل المعادله دي، بكامل المعادله، فيطلع حاجات زائد سي 1. بكامل تاني، لما كامل واي داش يطلع برضو حاجات زائد سي 1 اكس مثلا زائد سي 2، سي 1 في اكس اهي مثلا زائد سي 2. انت مشكلتك دلوقتي، ادي اول مشكله موجوده عندنا، ان انا عايز اعرف السي 1 والسي 2. طب كمل معايا بس، وهنرجع نكمل الكلام ده، يعني كمل معايا لغايه الاخر، وبعد كده ارجع احل معاك حكايه السي 1 والسي دي بنحلها ازاي. دلوقتي كل اللي عملناه ايه؟ مسكنا البيم ده قسمناه لجزئين، اي بي اللي احنا اتعاملنا معاه في الاول اهو، لسه فاضل الجزء اللي هو في سي. اي بي ده كانت الانيرشيا بتاعته اي. هنمسك بقى الجزء الثاني اللي هو في سي، البيم الثاني اللي هو بي سي، اللي هو ده البيم اللي هو بي سي ده، شكله عامل كده. وعندنا هنا دي 35، دي 3 اي، في لود هنا 40، وهنا في واي ومومنت اللي هم نفس الواي والمومنت اللي هم هنا اللي معمولين بالاصفر دول، او برضو نعملهم بالاصفر علشان نفتكر ان ده هو ده، هو اكس وواي ومومنت، دول هم دول اللي هو بن سيجما واي هنا مثلا تبقى دي 5 لتحت، هي تبقى هنا 5 لفوق. من سيجما المومنت هنا ده 25 في 6 ب 150 ناقص 60 يبقى دي 90، 90 واتجاهها كده اللي هو هنا عكسها. الكلام ده بتاع سنه اولى، لما كنتوا تيجوا تقطعوا عند اي سيكشن بيظهر انترنال فورس اللي هي اكس وواي ومومنت، اللي هم طلعوا الاكس هنا بزيرو والاكس هنا بزيرو، ما تهمنيش الاكس اصلا دلوقتي. المهم يعني ان الواي
والمومنت اديك جبتهم اهو، جبتهم ازاي بالاتزان، لما قطعنا عملنا اتزان كويس. ولو عايز تعمل التشيك تعالى هنا كده بص في الميم ده، سيجما واي ادي 35 و5 ونازل 40 مظبوط، سيجما واي خد المومنت عند اي بوينت هتلاقي برضو المومنت ايه باذن الله مظبوط. طيب عايزين بقى نشتغل في البيم ده اللي هو بيم بي سي. بص هنيجي نعمل ايه زي ما كنا بنشتغل من شويه، هاجي اقول والله ده برضو محور اكس، ده محور واي، اوكي. وبعدين نيجي نكتب بقى هنا المعادله بتاعتنا، صحصحوا كده معايا يا جماعه. برضو بنيجي ناخد سيكشن هنا في الاخر، والمسافه من هنا لغايه هنا اكس كويس، واجي اكتب المومنت بيساوي، لما اجي اخد المومنت هنا عند السكشن ده هاجي اقول ايه 5 اكس ناقص المومنت الحته اللي انتوا بتحبوها اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها من شويه، طالما ده كونسنتريتد مومنت يبقى هيتضرب في مسافه، والمسافه دي الباور بتاعها زي ما اتفقنا من شويه ايه زيرو، لانه المفروض ما يتضربش اصلا في مسافه. وعملته بوزيتيف ليه؟ عشان ده السهم بتاعه تحت يعني بيلف عن السكشن ده لتحت، ناقص 40 اللي هي دي في المسافه دي اللي هي المسافه دي اللي هي اكس على 2. طبعا هنا لو ركزتوا شويه بصوا الاوريجن، الاوريجن هنا ده الزيرو، ده الزيرو يعني الاكس دي غير الاكس اللي فوق خالص، هنا ده الزيرو بتاع دي، يعني الاكس اللي انت بتعوض بيها هنا غير الاكس اللي انت بتعوض بيها هنا. انا كده بتعامل مع الاثنين دول كانهم ايه تو بيمز منفصلين تماما. المهم هاجي اقول 40 اللي هي دي في المسافه دي اللي هي عباره عن اكس على 2، اكس اسف اكس على 2 ايه بخبط الدنيا، 40 في المسافه دي اللي هي اكس ناقص 3، دي كانت 3 متر في اكس ناقص 3، يبقى ناقص 40 في اكس ناقص 3. حلو قوي ده المومنت. وبعدين بعد كده قلنا واي دبل داش بتساوي ماينس المومنت، بس الجديد بقى على 3 اي اي. ليه 3؟ عشان ده كان 3 انرشيا كويس. وبعدين هاجي اقول واي داش بتساوي التكامل بتاع الكلام ده، تكامل الايكويشن هيطلع لك ده زائد سي 3 مثلا، واي بتساوي تكامل تاني كويس يطلع لك سي 3 اكس مثلا زائد سي 4. انت بقى مشكلتك ايه دلوقتي؟ مشكلتك الحاجات اللي هي تحتها بشاور عليها بالاصفر دي، انت مش عارف السي 1 والسي 2، يعني ادي الانونز اللي موجود عندك السي 1 انت مش عارف سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4. لو جبت دول خلاص يبقى خلصنا كل حاجه كويس. ليه؟ لانك لو جبت دول ما انت جبت معادله الديفليكشن بتاعت بيم اي بي وجبت معادله الديفليكشن بتاعت بيم بي سي، عشان اعرف اجيب الاثنين دول يبقى انا عايز سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 كويس. احنا قبل كده كنا بنجيب الكونستنتس منين؟ قبل كده كنا بنجيب الكونستنتس من الباوندري كونديشنز كويس. ركزوا معايا بقى، كنا بنجيب قبل كده الكونستنتس دي من الباوندري كونديشنز. ايه الباوندري كونديشنز؟ يعني النقط اللي احنا عارفين عندها الديفليكشن او الروتيشن. في البيم بقى اللي موجود عندنا، تعالوا بقى نرجع للبيم نفسه اللي موجود عندنا في الاول عشان نشوف ايه الباوندري كونديشنز اللي احنا عارفينها. والله ده نقطة A وهنا كان في نقطة B في النص وهنا نقطة C. شكل الديفليكشن المتخيل بتاع البيم ده عامل كده مثلا. طيب انا عندي C1 وC2 وC3 وC4، يعني عندي أربعة كونستنتس. طالما عندي أربعة كونستنتس يبقى انا عايز أربعة باوندري كونديشن، فانا عايز أربعة باوندري كونديشن. انا هكتب هنا اهو والله ده بيم اي بي وده بيم بي سي، عايز كل واحد منهم يشوف هيجيب لي ايه بقى. والله انا عارف عند بيم اي بي ده ان الديفليكشن عند نقطه A بزيرو، ادي باوندري كونديشن كويس. وعند هنا في بيم بي سي ده عارف برضو ان الديفليكشن عند نقطه C بزيرو، يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت اتنين باوندري كونديشن من الاربعه. مش انت قلنا عندنا اربعه مجاهيل؟
سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 عندك 4 كونستنتس، يبقى انت عايز 4 باوندري كونديشنز. ادي اول اثنين، ان الديفليكشن عند نقطه A اللي هي دي بصفر عشان دي سبورت، والديفليكشن عند نقطه C برده بصفر عشان دي برده سبورت. طيب عايزين بقى كمان اثنين باوندري كونديشن. اوه حد يجي يقول بقى هنا ان الروتيشن هنا بصفر، ده الروتيشن هنا ليه فاليو مش بصفر، مش ايكوال زيرو خالص، ما ينفعش الحكايه دي. فالراجل اللي اخترع برضه الدبل انتجريشن ده جه قال ايه؟ قال طب ما احنا ممكن نستفيد من ان نقطه بي دي نقطه مشتركه، نقطه بي اللي هي دي نقطه مشتركه ما بين التو بيمز. احنا البيم اللي موجود عندنا ده اللي هنا ده، ده الانيرشيا بتاعته 3 اي، والبيم ده ده اي وده 3 اي، ونقطه بي دي نقطه مشتركه ما بين الاثنين زي ما اتفقنا. قال ايه؟ قال الله طب ما هي النقطه دي لما تيجي تنزل كده، لما تنزل لتحت، ما هو الديفليكشن بتاعها مش هيتغير. يعني ايه الديفليكشن بتاعها مش هيتغير؟ يعني الديفليكشن ده 3 سم 4 سم 5 سم، المفروض لما احسبه من نقطه اي بي هو هو لما احسبه من نقطه بي سي، والروتيشن بتاعها برده مش هيتغير، والروتيشن بتاعها برده ايه مش هيتغير. يعني الروتيشن بتاع نقطه بي او السلوب بتاع نقطه بي اللي هي دي بالنسبه لممبر اي بي هو هو بالنسبه لممبر بي سي. الله يعني ايه الكلام ده؟ لما اجي اكتبه هنا بس عشان ما ننساش، يعني كانه بيقول لك واي بي الديفليكشن عند نقطه اي بي لما تحسبه من ممبر اي بي بيساوي الديفليكشن عند نقطه بي لما تحسبه من ممبر بي سي، والروتيشن عند نقطة B لما تحسبه من member AB هو هو الروتيشن عند نقطة B لما تحسبه من member BC. كويس؟ معلش اشيل دي. الروتيشن عند نقطة B من member AB هو الروتيشن عند نقطة B member بي سي. كويس؟ طب احنا نعرف نحسب دول؟ اه نعرف نحسب دول، نطلعهم في الفانكشنز اللي هي سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4. مش انت عندك الايكويشنز؟ بص افصل بينهم اهو. مش انت عندك الايكويشنز بتاعت ممبر اي بي؟ طب ما انت تعرف تحسب الواي بتاعت نقطه بي بالنسبه لممبر اي بي، وتعرف تحسب الواي داش بتاعت نقطه بي بالنسبه لممبر اي بي. هيطلع ده ايكويشن في سي 3 في سي 1 اسف وسي 2، وده برضو ايكويشن في سي 1 وسي 2. تعمل نفس الكلام هنا، نفس الكلام هتعمله هنا، انت تعرف تحسب نقطه الديفليكشن عند نقطه بي بالنسبه لممبر بي سي، والروتيشن عند نقطه بي بالنسبه لممبر بي سي. هتطلع لي ده فانكشن في سي 3 وسي 4، وده فانكشن في سي 3 برضو وسي 4، وانا عارف ان ده بيساوي ده وده بيساوي ده. يبقى جبت المعادلات اهو اللازمه علشان تعرف تطلع منها او الباوندري كونديشنز الجديده. يعني ايه تاني بقى الباوندري كونديشنز اللي موجوده عندنا بقى في المساله دي كلها؟ الباوندري كونديشنز اللي موجوده عندك في المساله دي كلها اللي هي كالاتي بقى. ان بص الباوندري عشان الخصها لك، يعني الباوندري كونديشنز اللي موجوده عندك في المساله دي اللي عشان تعرف تحل المسألة لازم تبقى عارفها هي كالآتي. والله الديفليكشن بتاع ايه بزيرو، الديفليكشن بتاع بي اسف الديفليكشن بتاع سي بزيرو، الديفليكشن بتاع بي رايت بيساوي الديفليكشن بتاع بي ليفت، الروتيشن او السلوب بتاع بي رايت بيساوي الروتيشن او السلوب بتاع بي ليفت. انت عندك 4 كونستنتس وعندنا هنا 4 باوندري كونديشنز، يبقى خلاص باذن الله نعرف نجيب الكونستنتس دي. كل الكلام ده انت مش هتعمله الا لو ظهر عندك ايه فيريبل انرجي، يعني جزء من البيم ده 3 اي وجزء من البيم ده اي. اوكي؟ طب اخر حاجه، اخر حاجه في الجزء ده مش اخر حاجه في المحاضره، اخر حاجه في الجزء ده. كويس؟ بس متقلقش انا مش هعمل كده فيك يعني في الامتحانات.
ولا في شتات ولا في اي حاجة. افرض بقى ده مثلا اي الحتة اللي هنا دي دبل اي، والحتة دي مثلا ولتكن اهي دي اي ودي 2 اي ودي 5 اي. كويس، يبقى انت هتيجي تعمل ايه في المسألة دي؟ في عندك بقى كام باوندري كونديشن مطلوب، في عندك كام كونستانت مطلوب، او ايه طريقة الحل؟ هنيجي نعمل ايه ولا اي حاجة زي الكلام اللي فات، بس بدل ما كنا بنقسمهم لتو بيمز هنقسمهم دلوقتي لكام بيم؟ لثلاثة بيمز. وبالتالي برضه هتيجي عند كل سيكشن من دول وتشوف الديفليكشن يمين وشمال وتساويهم ببعض، وتشوف الروتيشن يمين وشمال وتساويهم ببعض، وهكذا. اوكي، ده عشان تبقى فاهم ازاي بتتحل ده. مش هسألك انا الجزء ده بس، ممكن اسألك في الجزء زي اللي فوق اللي هو يبقى متغير الانيرشيا مرة واحدة فقط. طيب انا قلت لك من شوية ان في حالتين، ادي حالة خلصناها، نخلص الحالة التانية دي اخر حاجة في المحاضرة اللي هي الحالة اللي جاية دي، اللي هو افرض بقى انت عندك بيم والبيم ده عامل كده مثلا، ايه الجديد بقى؟ دي حاجة أول مرة نشوفها في الدبل انتجريشن، ان احنا لو عندنا انترميديت هينج برضه نفس الكلام. ايه المشكلة في الانترميديت هينج؟ المشكلة في الانترميديت هينج، صحصح معايا بقى، صحصح الحتة دي قوي وهنتكلم فيها كتير طول السنة إن شاء الله، إن أنا لما أجي أرسم شكل الديفورميشن بيطلع شكل الديفورميشن عامل كده. طب إيه يعني شكل الديفورميشن عامل كده؟ الانترميديت هينج دي بتسبب مشكلة دايما في الديفورميشن، بتسبب مشكلة دايما في الديفورميشن. ازاي بقى؟ الانترميديت هينج دي دايما بتسبب مشكلة في الديفورميشن، ان عند النقطة دي يعني لو انا جيت كبرت النقطة دي كده، عايزين نفهم بس كويس الحتة دي، شايفين الحتة دي؟ لو انا جيت كبرتها اللي انا مشاور عليها بالاصفر دي، كبرناها بره هتلاقي شكلها عامل كده. دي الدايرة الصفراء دي، بس أنا كبرتها، الدايرة الصفراء دي أنا كبرتها هنا، الحتة دي كأني كبرتها هنا. طب تفرق معانا إيه بقى الجزء ده؟ لا تفرق كتير أوي بقى. بصوا بقى تفرق معانا في إيه؟ إن إحنا لما نيجي هنا كده الديفليكشن عند النقطة دي، لو أنا سميت مثلا دي نقطة بي، ما هو الديفليكشن عشان النقطة دي مشتركة ما بين البيم اللي هنا والبيم اللي هنا، هتبقى واي بي مثلا زي اللي فات، رايت هي واي بي ليفت، مفيش فيها مشكلة. واي بي رايت هي واي بي ايه ليفت، دي مش مفيش فيها مشكلة. المشكلة بقى ان انت لو جيت تاخد تنجنت هنا، هتلاقي التنجنت ده ليه ميل غير خالص التنجنت اللي موجود في الجزء ده، يعني ده السلوب هنا غير السلوب هنا خالص. يعني هنا بقى واي داش رايت مش بتساوي واي داش ليفت، واي داش رايت مش بتساوي واي داش ليفت. كي تاخد بالك منها، يعني عند الانترميديت هينج، عند الانترميديت هينج الديفليكشن يمين وشمال الاثنين زي بعض، عند الانترميديت هينج الديفليكشن يمين وشمال الاثنين زي بعض، لكن الروتيشن يمين وشمال الاثنين مش زي بعض. لازم تبقى فاكر الرول دي لان احنا هنستخدمها كتير قوي قوي في الشغل بتاعنا ان شاء الله. تاني، عند الانترميديت هينج الديفليكشن يمين وشمال الاثنين زي بعض، اللي هو واي بي رايت بتساوي واي بي ليفت اللي هو ده، لكن الروتيشن اللي هو ده دي تاخد بالك منها يمين وشمال الاثنين مش زي بعض،
الروتيشن يمين وشمال الاثنين مش زي بعض، يعني ده اهو دي مثلا الفا رايت دي الفا ليفت، اوكي الفا رايت دي مش ايكوال الفا ليفت تمام، انما الديفليكشن عند النقطتين الاثنين زي بعض، اللي هو ان النقطه دي نزلت لتحت من ناحيه اليمين زي من ناحيه الشمال. طيب مش مشكله يعني، انت بس تبقى فاهم النوت دي، انما اكشن لو انت بتحل ان شاء الله مش هيبقى عندك مشكله في الباوندري كونديشنز. انت هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تشتغل زي ما كنت بتشتغل برضو من شويه، اللي هو ايه؟ مش احنا لما قابلنا بيم من شويه في فيربل انرشي قسمناه لجزئين وقلنا ممبر اي بي وممبر بي سي، هنيجي نعمل هنا نفس الكلام، هتيجي تكتب ممبر اي بي وتكتب الناحيه الثانيه ممبر اهو بي سي كويس، وبعدين نمسك ممبر اي بي، ايه ممبر اي بي اللي هو ده تمام باللودز اللي عليه، وادي ممبر بي سي. احنا لما بنقطع هنا طبعا انتوا فاكرين زمان عندنا هنا في اكس وواي وهكذا، ونحل التو بيمز دول ونكتب الايكويشنز، ويطلع الايكويشن اللي موجوده عندك هنا واي بتساوي كذا 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 سي 1 زائد سي 2 مثلا، وهنا نفس الكلام الواي بتاع ده بتساوي كذا 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 سي 3 زائد سي 4. عايز انت بقى من كل ده تطلع سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4، يبقى عايز اربعه باوندري كونديشن برضه. الاربعه باوندري كونديشن موجودين، اول كونديشن منهم هنيجي هنا كده هنقول والله ادي عندي انا نقطه ده اي بي اهو زي ما اتفقنا ده بي سي. تعالى كده لو رسمت انت شكل الديفورميشن هنا ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه زمان، قلنا عند نقطه ايه اللي هي الفيكسد سبورت، عند نقطه ايه اللي هي الفيكسد سبورت الواي بزيرو والواي داش بزيرو، ديفليكشن بزيرو كويس والروتيشن بزيرو. ده فين؟ ده عند نقطة A اهو، دي at point A الروتيشن بزيرو والديفليكشن بزيرو، ادي اتنين باوندري كونديشن. وهنا في دي انا ما اقدرش اقول طبعا ان نقطة B الديفليكشن عندها بزيرو، ولا الروتيشن، ولا الروتيشن يمين بيساوي الروتيشن شمال كويس، انما اقدر اقول هنا ان عند نقطة C الواي C بتساوي زيرو، عند نقطة C للممبر ده اهو الواي C بتساوي زيرو بس. يبقى انت جبت هنا ادي باوندري كونديشن كمان، يعني انت جبت من هنا تو باوندري كونديشن وادي باوندري كونديشن، واحنا متفقين ان احنا عندنا اربع ثوابت اللي هو سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4، عشان اطلع الاربع ثوابت محتاج اربعه باوندري كونديشن، جبنا ثلاثه. الباوندري كونديشن الرابع اللي هو عباره عن ايه اللي احنا لسه متكلمين فيه حالا، اللي هو ايه كويس، ان انت عندك واي رايت بتساوي واي ليفت، ده عندي تاني بوينت B Y right بتساوي Y left. النقطة دي اللي هو تاني الديستنس دي اللي أنا بشاور عليها فوق أهي، الديستنس دي أهي أهي، أدي Y B left وأدي Y B right، هي من ناحيتين زي بعض، وبالتالي أنت ممكن تستخدم المعلومة دي علشان تجيب الباوندري كونديشن كويس اللي ناقص عندك. اوكي يعني انت كل مشكلتك دلوقتي والله لو البيم اصلا ما فيش فيه لا فيريبل انرشيا ولا فيه، لو البيم ما فيش فيه فيريبل انرشيا ولا فيه انترميديت هينج، خلاص البيم كله هيبقى معادله واحده وبنطلع عليها الباوندري كونديشنز، والباوندري كونديشنز دي مش هتزيد عن اثنين اللي هما سي 1 وسي 2. انما لو البيم اللي موجود عندك فيه variable inertia او فيه intermediate hinge، يبقى انت مضطر انك انت تفصل البيم ده لاثنين او اكتر عند كل تغير بقى، يعني عند كل تغير فيه moment of inertia او عند كل تغير فيه intermediate hinge وهكذا كويس. وبعدين لما بتفصل بتظهر بيمز جديده، البيمز الجديده فيها constants جديده، الكونستنتس الجديده دي تبقى عشان تعرف تطلع الفاليوز بتاعتها
بتبقى عايز تجيب باوندري كونديشنز، والباوندري كونديشنز اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا كده خلصنا الموضوع اللي هو بتاع الدبل انتجريشن، وفي بعض الحاجات الحالات الخاصه في للمسائل الباشمهندسين هيشوفوهم معاكم في السكشن. واحنا كنا اتكلمنا في اول المحاضره اللي فاتت ان احنا عندنا ثلاث طرق لان احنا نجيب الديفليكشن والروتيشن. اول طريقه اللي هي الدبل انتجريشن دي اللي احنا خلصناها ان شاء الله. تاني طريقه اللي احنا هنشتغل بيها الاسبوع الجاي اللي هي اسمها كونجكت بين. كويس، انا عايز اقول لكم على حاجه، اصعب طريقه اللي هي الطريقه اللي احنا خلصناها كويس، او بلاش اصعب كمان، هي اسخف واحده فيهم لانها بتاخد وقت طويل جدا. يعني الطريقه اللي جايه والطريقه اللي بعدها بياخدوا وقت اقل شويه، الى جانب ان طريقه الدبل انتجريشن دي زي ما انتم شفتوا كده فيها اكتر من عيب. الطريقه اللي احنا بنستخدمها دي فيها اكتر من عيب. اول عيب فيها ايه؟ ان هي للبيمز بس. يعني احنا دلوقتي احنا السنه اللي فاتت خدنا بيمز، فريمز، تراسز، خدنا انواع كتيره من الاستراكشرز، بس انت دلوقتي الدبل انتجريشن دي انت بتستخدمها عشان تحل بيها بيمز، يبقى دي اول مشكله. تاني مشكله ان انت لما لقيت اي سبيشال كيسز فيها، يعني عندك فيريبل انيرشيا زي ما اتفقنا، عندك انترميديت هينج، عندك اللودز مش عارف شكلها مش ممتد ازاي، بتلاقي صعوبات في الحل. يعني بتلاقي الحل بتاعك بياخد وقت طويل وبياخد تفاصيل كتير. كويس، دي تاني مشكله. اوكي، الكونجكت بيم اللي جاي، الطريقه اللي جايه برضو للبيمز، برضو للبيمز بس اسهل من الدبل انتجريشن واسرع من الدبل انتجريشن. دي الطريقه اللي جايه اللي هي الكونجكت بيم. بعد كده الطريقه اللي بعدهم اللي هي الفيرتشوال وورك، دي تنفع للبيمز، الفريمز، التراسز، كل الاستراكشرز بقى اللي انت خدتها قبل كده. اوكي، انا ممكن يعني في الامتحانات والشيتس وهكذا، في الشيتس انا بقول لك حل بالطريقه الفلانيه، في الامتحانات ممكن اقول لك حل بالطريقه الفلانيه او اسيبك انت تختار الطريقه اللي تعجبك. لو سبتك تختار الطريقه كويس براحتك، اعمل اللي انت عايزه، استخدم اي طريقه ان شاء الله، طريقه رابعه من عندك ما يهمنيش. اوكي، بس انصحك ما تستخدمش الدبل انتجريشن. يعني لو انا ما حددتلكش طريقه حل كويس، او انت بلاش ما حددتلكش، السنه الجايه وانت بتحل عايز تجيب ديفليكشن وانت بتشتغل في اي كاميرا ولا بتاع في سنه ثالثه بتصمم خرسانه ولا ستيل ولا وات ايفر وعايز تجيب ديفليكشن، لو انت متروك لك حريه اختيار الطريقه، يعني محدش هيجبرك على انك انت تجيب الديفليكشن ده، ما انصحكش تستخدم الدبل انتجريشن، ما انصحكش تستخدم الدبل انتجريشن. طب هتقول تسالني احنا خدناها ليه بقى طالما ان احنا كويس بتنصحنا ان احنا ما نستخدمهاش؟ عشان احنا محتاجين الحقيقه المفاهيم اللي احنا استخدمناها في الدبل انتجريشن دي في حاجات كتيره قوي في دراستنا بعد كده باذن الله. اوكي، طيب مطلوب منكم اعتقد الديد تايم بتاع الشيت بتاع الدبل انتجريشن الاسبوع ده، يعني تكونوا مخلصين الحل بتاع الشيت الدبل انتجريشن ومسلمينه الاسبوع اللي احنا فيه ده. اوكي، والاسبوع الجاي المحاضره الجايه زي ما اتفقنا نبدا في الموضوع الجديد اللي هو الكونجكت بيم. في ميزه في الثلاث مواضيع دول، ان انت حتى لو ما كنتش مذاكر الموضوع الاول اللي هو الدبل انتجريشن ممكن تبدا عادي جدا في الموضوع الثاني وانت ما عندكش اي فكره خالص عن الموضوع الاولاني اللي هو الدبل انتجريشن، وهكذا في الفيرتشوال وورك ممكن نبدا في الفيرتشوال وورك وانت ما عندكش اي فكره خالص عن الموضوعين اللي قبل كده. اوكي، فانتوا يا ريت ان انتوا الاول تذاكروا الدبل انتجريشن اللي احنا عملناه ده وتحلوا عليه كويس وتخلصوا الشيت وتسلموه الاسبوع ده باذن الله، عشان لما نبدا الاسبوع الجاي في الكونجكت بيم تكون مركز في الكونجكت بيم ما تلخبطش الدنيا في الطريقتين مع بعض. اوكي، ان شاء الله الاسبوع الجاي محاضرتنا في نفس الميعاد الساعه 8، وال اخواتنا اللي هم الكورس اللي هو يعني الوقت المفروض اللي انتوا بتحضروا معايا كورسين اللي هو 2018 و2003. اوكي، اللي هو سي اس 211 تاني برضو اعتقد سي اس 211 مش فاكر او كام، المهم اللي هو النظام القديم اللي هو 2003. اوكي، لغايه ما اقول لكم امتى هتنفصل ان شاء الله. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي باذن الله. شكرا.
مش عايز اسال دكتور لو سمحت. دكتور؟ ايوه يا فندم اتفضلي. هو اتفضلي. انا عايز اسال حاجه على الديفليكشن. على ايه يا فندم؟ عايز اسال حاجه على الديفليكشن. اتفضلي اتفضلي. هو دلوقتي مش المفروض هي قامته تبقى صغيره علشان اصلا لو في مثلا كاميرا في الواقع او كده مش المفروض انها مش بتنزل قوي علشان يعني كده هيبقى طبعا شكل المبنى اتغير وكده؟ طبعا طبعا، برافو عليك، صح مظبوط صح. الفاليوز الحقيقيه لما بتيجي تحسبيها، وده اللي هيحصل لما تيجي تحسبي في السكشن عندكم يعني، او تحسب او يدي لك فاليوز اي اي وهكذا بارقام، وتطلعي الارقام دي هتلاقي الكلام ده بيطلع مثلا ملي 2 ملي سنتي 2 سنتي بالكتير قوي، ارقام ضعيفه جدا طبعا. والا ما انت بتشوف الكاميرات والاعمده قدامك وكل حاجه، الديفليكشن اللي فيها ضعيف جدا فعلا. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا، اتفضل يا لو حبيبي. دكتور بعد اذنك ممكن تبعت لنا الملف ده؟ حاضر هبعته لكم. حاضر يا حبيبي، حاضر حاضر طيب هبعت لكم دكتور، هو وانا بحسب هبعت لكم الفايلز اللي هي بتاعت المحاضرات الاثنين، المحاضرات او المحاضرات كلها هبعتها لكم. حاضر حاضر. ماشي، ايه شكرا تاني؟ دكتور. عفوا يا حبيبي، ايه دكتور هو تاني؟ انا الاسلوب بتاعي معلش علي صوتك يا فندم شويه. لما بنجيب الواي عند واين تي الاكس بتاعتها هنحسبها بكام؟ نحسبها من الجيل تي ولا من الجيل تي؟ معلش صوتك واطي قوي يا منى، ممكن تعلي صوتك شويه؟ لا انا بقفل. الو، احنا لما بنجيب نعوض عن الاكس بتاعت ال نوت بوينت تي بنعوض عنها من الطول من الجيل تي ولا من الجيل تي؟ يعني طول الكاميرا كلها ولا الجزء لا بتاع لا بي بس؟ لا، برافو عليكي برافو عليكي، ده سؤال كويس. لا بتعوضي بتاعت الكاميرا البي ال سي. انت دلوقتي لما فصلتيهم فصلتيهم لكاميرتين منفصلين تماما، واخد بالك؟ بتبقى الزيرو بتاع كل كاميرا لوحدها، الزيرو بتاع كل كاميرا لوحدها. شاطره. يعني ايه البي دي كاميرا، بي ال سي دي كاميرا، واخد بالك؟ كأن دي مسألة لوحدها تماما، والزيرو عند بي مثلا. تمام. حد عايز يسأل حاجة تانية يا جماعة؟ دكتور لو سمحت، بالنسبة للسلوبس أيوة، الإشارة بتاعتها بتكون نيجاتيف أو بوزيتيف إمتى؟ حسب زي ميل المماس بالظبط. هو أنت خد بالك الأسلوب اللي إحنا بنجيبه ده يا باشمهندس اللي هو إيه؟ اللي هو التان الزاوية، فاكر؟ مش إحنا كان عندنا ساين وكوزاين وتان وهكذا؟ فاكر الكلام ده؟ تمام يا دكتور. تمام؟ فهو نفس القاعده يا فندم، لانك انت بتجيب المحاور اللي عندك، فميل المماس اللي موجود عندك ده نفس القاعده بتاعت التان. شوف انت التان بقى كانت مش عارف من 0 ل 90 بتبقى ايه، ومن 90 ل 180 بتبقى ايه، وهكذا، واخد بالك؟ انما ما يفرقش معايا انا قوي حكايه ال يعني، انت بيطلع لك اوتوماتيكالي من المعادلات اللي موجوده عندك ميل التنجنت ده اللي هو الواي داش اللي هو السلوب، واخد بالك؟ انا يهمني الفاليو بتاعته، يهمني الفاليو بتاعته الاشاره بتاعته نيجاتيف او بوزيتيف زي ما تطلع، زي ما اللي هي تاني الزاويه اساسا. انما الديفليكشن يهمني قوي الفاليو بتاعه، مهتم جدا بالفاليو بتاعته، لان الديفليكشن لو طالع بوزيتيف يبقى في نفس اتجاه الواي اللي انت حسبته، لو طالع نيجاتيف يبقى عكس اتجاه الواي، واخد بالك؟ ده ليه انديكيشن معين عندنا. تمام، شكرا لحضرتك. عفوا يا حبيبي، حد تاني عايز يسأل يا جماعة؟ هو أنا دكتور لما أنا بقطع في يعني بفصل الكاميرتين عن بعض، أنا كده بطلع الانترنال فورسز فورسز يعني لكل. أيوة مظبوط يا محمد، أنت لما بتفصل الكاميرتين على بعض بتيجي عند النقطة اللي أنت فصلت عندها وبتطلع الانترنال فورز، الانترنال فورز اللي هي اكس وواي ومومنت زي ما كنت بتشتغل قبل كده. انما لو قطعت عند انترميديت هينج خلاص ما فيش مومنت، هو اكس وواي بس، فاهم قصدي؟ تمام، شكرا. عفوا لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. حضرتك في الثلاثه كيس بتاع الديستريبيوشن
الكيس الاخيره، هو انا ينفع اعكس محور الاكس واشتغل كانك برافو عليك جدع 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 شاطر. بيقول ايه؟ بيقول حاجه ملاحظه ذكيه جدا، بيقول طالما ان احنا عشان ما ادخلش نفسي في مشاكل، لو انا عندي الديستريبيوتد لود مش يعني زي في زي الحاله في اللي هي كانت اي بي سي، فانا كنت سي دي كان الديستريبيوتد لود استنوا هرسمها لكم هنا اهو، كانت كده مثلا، كانت عامله كده، كانت عامله كده، لا مش كده، امسح لك دي معلش. السلوك كان عامل كده، فاحنا كنا عملنا ايه يا جماعه؟ كنا جينا هنا كده ومدينا الديستريبيوتد ده للاخر، وبعد كده جينا نقصنا ده من تحت، مش ده اللي حصل؟ صح. فهو زميلنا بيقول ايه؟ بيقول طب ما بدل وكان المحاور بتاعتنا كده، بيقول طب ما بدل اعمل كل الكلام الفارغ ده، طب ما انا ارجع اقول والله ادي الحمل اللي موجود عندي بدل كل اللخبطه دي، طب ما انا اعكس دول ويخلص بالقصه كلها. صح، برافو عليه، صح 100%. بس افرض بقى، افرض بقى ها جه عامل لول عامل كده، خد بالك مش هتعرف تعمل حاجه بقى، صح؟ يعني الحكايه بتاعتك دي ما تحلش المشكله، فاهم قصدي؟ فاهم حضرتك، خد بالك كده كده بقى تيجي هتهرب منه هنا، هتروح الناحيه الثانيه مش هتفرق معاك، تعمل بقى المحاور كده، تعمل المحاور كده، لازم تعمل الحل اللي احنا اتفقنا عليه. انما لو هو كان جاي في اول البيم كده عايز تقلب المحاور اقلبها براحتك، صح جدع يعني، برافو. تمام شكرا. جدع. مين تاني عايز يسال؟ اتفضل اتفضلي يا ايه. دكتور، هو لو الديستريبيوتد لود في النص زي ما حضرتك رسمها كده اعملها تمام. ازاي؟ اهي بصي ركزي معايا يا ايه، هتيجي تاخدي المحاور اهي، ادي اكس وواي تمام، وبعدين اللود ده هعتبر كاني كملته كده اهو، فاهمه؟ تمام. دي مثلا كانت 5 طن بير متر ران ولا حاجه، هضربها في المسافه دي، كويس. المسافه دي كام؟ والله مثلا في دي 3 متر، يبقى المسافه دي اكس ناقص 3، واخده بالك؟ لكن تكملي بقى، مش لسه عندك بقى في شويه لود هنا كمان اللي احنا نقصهم؟ تمام؟ اللي هي المسافه دي كام؟ والله لو كانت دي مثلا 4 متر يبقى كانها اكس ناقص 7 اللي هي 3 و4 يعني. اوكي، يبقى اللود ده اللي هو 5 في اكس ناقص 7 بس. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. عفوا يا فندم. حد عايز تاني يا اولاد؟ تمام، نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله بالتوفيق باذن الله ان شاء الله.